هل هذا؟ وينزداي، رحبي بجدتك. ها؟ هيا خذي هذا. سأضعه في فمي. لا يمكنني التحدث وأنا أضع هذا الشيء. خذي هذا أيضاً. هل أضعه بطريقة صحيحة؟ ما هذا؟ هل تعجبك؟ إنها كبيرة جداً. أصغي إلي، يجب أن نذهب. أين نحن؟ لكن تعجبني بيوت العناكب هذا. لقد أحضرت بعض الأشياء. هل تريدين رؤيتها؟ لقد أحضرتها من أجلك. تدا، هل تشمين هذا؟ أزهار طازجة. وانظري إلى هذه الألوان المفعمة بالحياة. لدي هنا اللون الأخضر واللون الأزرق والمزيد من اللون الأخضر. جدتي، واشتريت الأقحوان أيضاً، هاترين؟ وكأنك في حديقة مليئة بالأزهار. هذه هي المشكلة. لكن هذا جميل وشائك، إنه رائع. لا تأخذيه. أنفي، يمكنني رؤية الوخزة. انظري. لا، انظري أنت. لا تقلقي، النجدة قادمة. هذا مستحيل. هذا هو الحل الوحيد يا عزيزتي، لن تشعري بالألم. ستشفط الشوكة بهذه الطريقة، هترين؟ نجحت كالساحر. حان دورك يا عزيزتي. لست متأكدة من نجاح هذا، لدي فكرة أفضل. لدي مجموعة أفضل من الأدوات. مرحبا يا صغاري، أي أداة سأختار؟ أعتقد أن هذه تبدو مناسبة. لتبدأ عملية الشفط. تحديد الهدف، اطلق. هذا مؤسف حقا. هل أنت متأكدة بأنك تخلصي من هذه الأشياء؟ ما حاجتنا إلى الأزهار؟ انظروا إلى ثمار البرتقال هذا، وكأنني وسط عاصفة من فيتامين سي. انظروا إلى هذه الثمرة الرائعة، وحجمها مناسب أيضاً. واو. عزيزتي، حتماً كنت أحلم. لقد سال لعابك بكثرة. أريد تناول البرتقال. وانظري إلى هذه الثمار الجميلة، إنها مذهلة. خذي. لا لا لا، لا أريد. إنها جيدة. جيدة فقط؟ يا إلهي. سأعيدها. لقد وجدتها، سأجري بعض التعديلات. لحسن الحظ لدي هذا. سأضع القطعة هنا، ثم أثبت القطعة الثانية. أطلق على هذه حقنة الحمضيات. بالهناء والعافية. هكذا يكون العصير الطازج. وإنه شهي جدا. هل تريدين القليل منه؟ بالطبع لا، لدي أداتي الخاصة. علي فقط تقشير هذا. سأضعها في أداة الهرس. ثم أسكب العصير في الكوب. إنه طازج تماماً. لقد انتهيت. واو، انظروا إلى هذا، وكأنني في أرض عجائب البرتقال. جدتي، سررت بلقائك هنا. اشربي. هيا بنا. أو لا؟ لا تقلقي يا جدتي، لا داعي للقلق، أنا مستعدة ومزودة بالسلاح. هيا بنا. لا لا. هذه فقاعات يا جدتي، انظري إلى هذا. إنها فقاعات يا جدتي. انظري إلى هذا. والآن من أين حصلت على هذا؟ ما
أهلا، أترين قطعة القماش هذا؟ اغمسيها بالقليل من الماء وعصريها، ثم ضعي عليها القليل من الصابون ووزعيه بهذا الشكل. واستعدي لمشاهدة الفقاعات. واو، لقد صنعتي آلة الفقاعات الخاصة بك. هاجا الفقاعات. يا لك من فتاة رائعة جدتي. تملكين خدودا جميلة، إنها تذكرني بشيء. ما هذا كله؟ هذا غريب. اتبعي هذه الخطوات، ثم اطوي العجينة، واستخدمي شوكة طعام لإغلاق الحواف. هل تبدو شهية؟ فطيرة لذيذة. هل تريدين تجربة ذلك؟ وكأنني أملك ما يكفي من الوقت. لقد حان دوري، أفضل إعداد طعامي بسرعة. سأضع كرة العجين هنا، ثم أضغط. سأضيف اللحم الآن وأطوي العجين هكذا. أحصل في كل مرة على فطيرة مثالية، أترين؟ انظروا كيف أفعل ذلك بسرعة، بينما لا تزال جدتي تحضر الفطيرة الثالثة. أنا أقضي وقتاً ممتعاً. أوه، لقد انتهيت تقريباً. تقريباً. لقد صنعت ثلاثة فطائر. ضعيها هنا. هل سخنت الفرن مسبقاً؟ أوه، إنها رائعة المظهر. شهية أيضاً. أحسنت صنعاً. تفاحة كل يوم؟ أوه. هيا، ما مشكلة هذا؟ انظري إلي. ماذا هناك؟ هاي تفاحتي. إنها لذيذة جدا. مهلا، خذي، لقد مضغتها لك. أترين يا جدتي؟ أوه، هذا فظيع. حسنا، لا يهم. أوه، لقد وجدتها. هناك حل صحي أكثر ولا يتطلب أي لعاب. هكذا، أدير الذراع فقط. أترين كيف يدير القشرة؟ شاهدي. أوه، أنا أشاهد. أوه يا إلهي، أشعر أن الغرفة تدور. أوه، والآن بقيت لدينا هذا، تفضلي. لا شكرا لك، سأكتفي باستخدام سكيني وبضعة أشياء أخرى. أعتقد أن هذا السلك كاف، سأثنيه بهذا الشكل وأضعه فوق الشفرة، وهكذا سأتمكن من تقشيرها بسهولة. هترين كم أن هذه الأداة مفيدة؟ لقد قشرتها كلها. بالهناء والعافية يا جدتي، تفاحة لذيذة. لا، هذا مضر بصحتك، لكنه الطعام المفضل لدي. هترين هذه الاثنان؟ لقد فقدتها بسبب تناول هذه المسليات. لا بأس لو تناولتها هذه المرة فقط، لم أتناول هذا منذ زمن طويل. هيا. على أي حال، هذه أفضل لصحتك. ما رأيك بهذه الموزة؟ ألا تحبين البطيخ؟ ألا تحبين البطيخ؟ حسناً، ربما. سأقطعها بشكل جميل من أجلك. لا، لدي فكرة أفضل. هل سينجح هذا؟ غير حاد بما يكفي. دينغ دينغ دينغ، هذا حاد جداً. وماذا عن هذا الشاي؟ أعتقد أنه الحل الأمثل. لا تخذليني أيتها الشفرات. هذا سهل جدا. إضافة إلى ذلك، حصلنا على هذه القطعة. ما مشكلة هذا السكين؟ ماذا عن هذه العلبة الفارغة؟ سأضغط بها على اللب. أجل، هكذا، ثم أعيدها نحوي. سأفرغها وأقطعها. ألا تبدو شهية وجميلة المظهر؟ انظري إليها، ما
رأيك أن نتبادل؟ ربما يمكننا فعل ذلك. قطعة مقابل قطعة. هذا ليس سيئاً. سأضع رسماً مؤقتاً. أوه، إنه براين. أعتقد أنه سيكون جميلاً. يجب أن أتحدث إليه. كيف أبدو؟ هيا بنا. هل يمكننا مساعدتك؟ مرحبا براين. مرحبا، كيف حالك؟ دب جميل، لدي واحد مثله. أعني هاي، هذا لي. هذا مثير للشفقة. أعيديه إلي. اقتربت كثيرا. توقفي. هاي، اهدئي. أجل، أنت محق. أودران يا لازي. لم يكن ذلك لطيفا عزيزتي. هذا صوفلي أيها اليونيكورن. هذا ظلم. من هناك؟ هذه أنت يا عزيزتي. هل أنت بخير؟ لا أريد التحدث عن الأمر. يا تبكي يا صغيرتي، جدتك هنا. حسنا، يجب أن أواجه هذا بمفردي. لماذا ارتبط بها براين؟ كنا سنكون ثنائيا رائعا. يبدو أن المشكلة تتعلق بفتى، وأعتقد أن لدي الحل. هيا اجلسي. ماذا؟ ماذا يحدث هنا؟ جدتي، هل أنت متأكدة مما تفعلينه؟ أعرف جيدا كيف ألفت انتباه الفتيان. كيف تظنين أنني لفت انتباه جدك؟ والآن لا تتحركي. ضعي النقص جانبا أيتها السيدة العجوز. لكن لا بأس، لدي خطط بديلة. سأعود حالا. ما هذا؟ إنه موقد شواء. هل سنحضر شتاء رجل؟ كلا، لكنني بحاجة إلى الفحم. يجب أن أغير مظهرتي. أحب الفتيان ذوات الشعر الداكن. ودعي خصلة شعرك الشقراء. هل أنت جادة؟ أجل، سنضيف إليه عصير الليمون. سأعصر القليل منه. أعتقد أن هذا كاف. والآن سأحول الفحم إلى معجون. لست متأكدة من نجاح هذا. حسنا. يبدو هذا جيدا. أعتقد أن كل شيء جاهز. استعدي. أنا أفعل هذا من أجل براين. يجب أن لا أنسى قفازاتي. سيكون هذا فوضويا بعض الشيء. سأحتاج إلى حفنة من مزيج الفحم. والآن سأضعه على شعرك مباشرة. واو، انظر إلى لونه، إنه داكن ومثير. لقد بدأت أندم على هذا. استمتعي قليلا، لقد انتهينا تقريبا. تبدين رائعة. حقا، أنت لا تجاملينني، صحيح؟ واو، إنه مذهل. كان ينبغي أن لا أشك فيك أبدا. إنه مناسب لي بالفعل. صحيح، دعيني أنظر إليك. لا يزال لدينا المزيد من العمل. لنظفر شعرك، سيبدو جميلا. من السهل جدا فعل هذا. ولن ننسى تطفير الجانب الآخر. تعجبني النتيجة كثيرا. إنه جميل جدا. شكرا لك يا جدتي. أنت رائعة. أعنقيني يا عزيزتي، يجب أن ننزع هذه النظارة. إنها فكرة رائعة. أشعر الآن بأنني أكثر جمالا. علي الآن الاهتمام بأظافري. لا يمكنني الذهاب إلى صالون الأظافر، لذا سأضع طلاء الأظافر بنفسي. لدي جميع الألوان من طلاء الأظافر. ماذا سأضع؟ لدي خيارات كثيرة. إنه زاهٍ جدا. ماذا عن هذا اللون؟ لن يكون مناسبا لمظهري. هذا ما أريده بالضبط. سيكون جميلا جدا. الزجاجة فارغة. لقد نفد الطلاء بالكامل. كالعادة. مهلا، يمكنني استخدام هذا القلم الأسود. سوف أفككه. أحتاج فقط أنبوب الحبر، ثم سأحتاج إلى وعاء. أمل أن ينجح هذا. يجب أن أنفخ فيه وسيتدفق الحبر. هكذا. أشعر بالدوار. والآن سأحضر فرشاة وأغمسها في الحبر. يمكنني استخدام هذه الفرشاة لطلاء أظافري. هذا ممتاز، يمكنني وضعه بسهولة. علي الآن الانتظار قليلا، وعندما يجف سأكون قد حصلت على أظافري سوداء. واو، انظروا إليها. يجب أن تراها جدتي. خذ هذا. مرحبا جدتي، انظروا إلى أظافري. إنها جميلة جدا يا عزيزتي. لقد وضعت طلاء بنفسي. يبدو طلاء مثاليا. بالطبع. لا جدتي، ماذا فعلتي؟ يجب أن تكوني حذرة.
قادرة. أنا آسفة جداً. سأنظفك. لقد تحمست كثيراً أثناء تحضير المخبوزات. هل نظفتيه كله؟ أعتقد ذلك. بما تحدقين؟ ببشرتك، إنها صافية جداً. هاتي يدك. واو، لقد أصبحت فاتحةً أكثر. هذا بسبب الدقيق. واو، إنه كمسحوق المكياج. نجحت الجادة مجدداً. يجب أن أذهب لتجهيز نفسي. أو رائع، تحرك يا فتاة. لا يستطيع أحد الرقص مثلي. أرقصي. أوهو، أعشق هذه الأغنية. أشعر بحيوية شديدة، لا يستطيع شيء إيقافي. لا 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 لا، ماذا؟ مهلا، ما الذي تفعله المهووسة بالدراسة؟ انظروا إليها. يا إلهي، رقصها سيء جدا. تفضلوا من هنا. أطفئوا الأنوار. إليكم مجموعة من فتياتنا الأكثر إثارة للاهتمام. اختاراني. ماذا؟ لا، اختاراني أنا. تذكروا، لا نقبل الإرجاع، خاصة مع هذه الفتاة. هل تتحدث عني؟ لنتجاوز هذه الفتاة. لا بأس يا عزيزي. كيف الحال؟ يعجبني شاربك. أعتذر، يبدو الأمر أشبه بالبحث في قسم التخفيضات. كنت أعلم أنها فكرة سيئة. لابد من وجود طفل جيد واحد. مهلا، هل ترين ما أرى؟ لا أنصح بها، إنها غريبة الأطوار. سنأخذها أيها الرجل الطيب. لكن ماذا؟ ما الذي يحدث؟ ستأتين معنا. هيا بنا إلى المنزل. إلى اللقاء أيها الفاشلون. لن ينتهي الأمر بعد. لا يهم. أصبح كل شيء جميلا ونظيفا، وصارت الغرفة جاهزة. مرحبا، هل هذه غرفتي الجديدة؟ ماذا قلتي؟ ما هذا؟ لا لا لا، لن ينفع هذا. لن أحملهما. يجب أن أغادر. أعتقد أنها بحاجة للقليل من التجديدات. لا أفضل اللون الوردي. سأتخلص منه. أو رائع، يمنحني هذا شعورا جيدا. إلى اللقاء. أفضل هذه النوعية من الأشياء لأنها تضيف شخصية إلى المكان. ولا بد من وجود خيوط العنكبوت. بدأت أشعر وكأنني في المنزل، ولا يمكنني أن أنسى نفسي. أحتاج لملابس جديدة، هذا هو أسلوبي المفضل. ما أجمل البيت. يا له من كابوس فظيع. يعجبني ما فعلتي في المكان يا عزيزتي. أصبح يعبر عن شخصيتك. رائع، يجب أن تزيني غرفتنا الخاصة. لا يهم. حسناً، أشعر بالحاجة إلى تادية القليل من الحركات. لقد شعرت الفتيات الأخريات بالغيرة، إذ لا يمتلكن إيقاعاً طبيعياً كهذا، ولن يتمكن من تأدية حركة كهذه مطلقاً. واو، ماذا؟ ما هذا؟ لم أرى هذا الصندوق من قبل. ماذا يوجد في داخله يا ترى؟ أعتقد أنه لا يجدر بي، لكن من الوقاحة ألا أفتحه. تجمع أمي الكثير من الأغراض التافهة. هذا مجرد خردة. هل هذا فار آخر؟ يا للملال، هناك شيء ما في الأسفل. هل هذه دمية أمي؟ تبدو وكأنها ستنجب طفلا. لطالما أردت الحصول على أخ أو أخت. ابقي هنا ولا تتحركي. حسناً، افعليها. مرحباً، أن أتحدث إليك. أين الطفل؟ بدأت أشعر بالانزعاج. ربما تحتاجين للتدليك. هل هذا أفضل؟ أوه، يحدث شيء ما. ماذا؟ من أين أتيت؟ ليس هذا ما كنت أتوقعه. مرحباً يا أختا، سنصبح أفضل صديقين. هل تحبين العناكب؟ لدي هرة رقيقة. لن ينفع هذا. هل هذه جمجمة؟ يا للروعة، جمجمة. هذا هو رد الفعل الذي كنت أنتظره. هيا بنا. المكان مظلم للغاية هنا. لا. هذا ما أريده. ماذا؟ أصبح المكان مضيئا بشدة. من أضاء الأنوار؟ يا إلهي. حسناً، ليس هذا طبيعياً. من يفعل هذا؟ لن أنظف هذه الغرفة. أعتقد أنني أعرف هوية المسؤول. يجب أن أتحلى بالصبر فقط. أمسكتك. ما مشكلتك؟ إنك تفعلين هذا دائما. ماذا يحدث هنا؟ انظروا إلى هذه الغرفة، إنها في حالة فوضى. كيف فعلت ذلك؟ أريد منك تنظيفها، وأنا جادة على الفور. يمكنني أن أشرح. لا، هذه غلطتك بالكامل. كم أنا غاضبة منك. أنت مزعجة جداً. حان الوقت لألقنك درساً. أتظنين أن بإمكانك التغلب علي؟
هيا بنا. لقد فزت. ابدأ العمل. لا أريد بقعة واحدة، وتحركي بسرعة. لا تنسي أمر الصور. ممتاز، أسرعي. لقد غضبت أمي. أوه، هل الطاولة ثقيلة؟ عليك ممارسة التمارين. هل انتهيت؟ هل نظفت كل شيء؟ سأحكم على ذلك بنفسي. الأمور على ما يرام حتى الآن. أعتقد أن الغرفة تبدو بخير، لكنك نسيت شيئاً واحداً. ويحي، لقد أسقطت كتابي. لماذا تنظرين إلي بهذه الطريقة؟ لماذا فعلت ذلك؟ أنت في ورطتني الآن. أعودي إلى هنا. لا يمكنك الهروب مني. ليس هناك مفر. سأمسكك الآن. كدت أفعلها. لا، لا تفعلي ذلك. طفح الكيل. سأبعد هذا الشيء عن طريقي. أنا في قمة غضبي الآن. لقد حاصرتك. استسلمي. ماذا قلت منذ قليل؟ لقد طلبت منك تنظيف الفوضى، لكنك جعلت الوضع أسوأ. ماذا؟ لم أفعل شيئاً. لقد كنت أعتني بأظافري. يا إلهي، هل هذا ضروري؟ نعم، صدقيني. حسناً، ماذا سيحدث الآن؟ علينا أن نفعل الكثير من الأشياء. دوري حول نفسك. هل أنا مضطرة لذلك؟ إيه. أشعر بدوار. تعجبني هذه الإطلالة. لطالما أردت تجربة إطلالة جريئة. كم هي قاتمة. تجعلني أشعر بسعادة. مهلاً، سيفسد هذا إطلالتي. يجب أن أكون متقلبة المزاج، أليس كذلك؟ بدأت تفهمين الآن. مرحى. ما هذا؟ هل هي يد إنسان؟ أبعديها عني. هناك شيء مفقود. أمهليني دقيقة. نحتاج لبعض المساعدة من هذه الأداة. حقاً؟ ستغير مظهر أظافرك تماماً. رائع. حسناً، هيا بنا. سأضع أظافري هنا وسأضغط أنا على هذا الزر. هناك عنكبوت على ظفري. هذا رائع. شكراً، لنكمل بقية الأظافر. لك ذلك. العملية سهلة وسريعة للغاية. قد أعتاد هذا الأمر. لا يمكنني نسيان يدي الأخرى. سأتولى المهمة. رضاؤكم هو غاية شرطة الأناقة. أنت رائعة. أعرف ذلك. تبدو أظافري مرعبة جداً. ماذا سنفعل الآن؟ لدي مقطع صغير عليك مشاهدته. يجب أن تتحركي وتتصرفي بهذه الطريقة. أعتقد أن بإمكاني فعل ذلك. لا يبدو الأمر شديد الصعوبة، بل يبدو ممتعاً. لنجربه الآن. أعتقد أنك جاهزة. تمني لي التوفيق. انتظريني. مرحباً يا فتاة. حان وقت العرض. أتمنى ألا أنسى الحركات. ما الخطوة التالية؟ نعم، أتمنى أن يكون تنفيذي للحركات صحيحاً. يلل، لا شك أنني لفت انتباهها. ولا أحتاج الآن سوى ما هذا؟ لقد نسيت وضع مزيل العرق. من الأفضل ألا أرفع يدي. يا إلهي، الرائحة كريهة جداً. يجب أن أذهب. إلى اللقاء. ماذا؟ إلى أين يذهب؟ إنها أصعب قضية مرت علي حتى الآن. ما الخطأ الذي ارتكبته؟ لا عليك، سنحاول مرة أخرى. لنخرج من هنا. اجلسي. ربما يجدر بنا الاستسلام فحسب. لا، لن أتوقف. وجدتها. يحب الجميع فتيات التشجيع. ماذا؟ كيف فعلت ذلك؟ وسيضيف هذا الشعر المستعار اللمسة النهائية إلى إطلالتك. لا أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة. مرحبا. آسفة، كان هذا خطأي. سأصلح الأمر. هذا أفضل بكثير. لما انتهي بعد سنمنحه إطلالة جديدة كليا. ستبدين مذهلة. سأضع بعض خصلات شعرك داخل أداة تصفيف الشعر، ثم أشغلها، وستتكفل الأداة بتطفير شعرك. ستوفر علينا الأداة كل المجهود الشاق. انتهينا، كل شيء جاهز. سأضع مشبك شعر لتثبيت الضفيرة في مكانها. يا للروعة، كيف تعرفين كل هذه الأشياء؟ كلها جزء من وظيفتي. لننتقل الآن إلى الجانب الآخر. يا للروعة، أشعر أنني رائعة الجمال. لما كنت أختار هذا اللون مطلقاً ولا هذا الشكل، لكنه يعجبني كثيراً. تبدين وكأنك ساحرة شعر. هل أصبحت جاهزة لرؤية مايلز؟ لا، ليس بعد. حان الوقت لبعض المكياج. حسناً. لا تتحركي. إنها تدغدغ أنفي. سيحدث هذا فرقاً هائلاً. يا للروعة، أنا أبهر نفسي أحياناً. يعني هذا أن مظهري جيد، أليس كذلك؟
أو يستحسن بي أن أخلع النظارة. يا إلهي، تبدو كل الأشياء ضبابية. ستحتاجين لهذا. لست متأكدة من هذا. لا أتمتع بأفضل تنسيق حركي. لا بأس، شاهدي هذا الفيديو. تحلي بالثقة وحركي جسمك فحسب. لا يبدو الأمر بهذه الصعوبة. أنا أؤمن بك. حسناً، أستطيع أن أفعلها. هذه هي الروح المطلوبة. سأكون وراءك تماماً. لطالما أردت أن أكون فتاة تشجيع. ها هو مايلز، حان وقت إثارة ذهوله. مرحباً، كيف الحال؟ هيا بنا. أحسنتي يا فتاتي، الأمر تحت سيطرتك. ما الذي تفعله؟ لقد نسيت الحركات. ليس أمامي سوى حل واحد، الأسلوب الحر. سأخرج عن المألوف. أوهو، ارقصي يا فتاة، أنا آلة رقص. لم أكن بحاجة لرؤية ذلك. أعتقد أنني أثرت إعجابه. لا، توقفي، لم أعد أريد رؤية ذلك. مايلز، انتظر، لم ترى الحركة الختامية الكبيرة. ما الجدوى من ذلك؟ هل جننتي؟ يجب أن نخرج من هنا. وقت الفيلم، أيمكنني دخول؟ ما تلك الرائحة؟ ماذا؟ عن أي رائحة تتحدث؟ ربما أطلق هذه واجهي ريحا. توقف، ما هذه؟ إنها لعبة، يجب أن لا يظهر علي الخوف. هل هذه حلوى؟ أكره الحلوى. سأهرب من هنا. ما مشكلتها؟ حصلت على صديق جديد للعناق. كم أنت لطيف. أحم. يا إلهي، سأخذ هذه اللعبة. أحب هذه الحلوى ببساطة. ماذا تفعلين؟ أتناول الحلوى كما هو واضح. أعطيني هذه الحلوى. أخرجي من هنا. لدي فكرة، ستأتي معي. لم ينتهي الأمر بعد، ستظهر بالخوف. لا أحد في الجوار، ربما يجب أن أكافئ نفسي. سأتناول القليل من الحلوى. ويحي، سقطت اللافتة. الحلوى لذيذة، أريد المزيد. ماذا؟ ما الذي حدث للأضواء؟ لا يعجبني هذا. ما هذا؟ موميا؟ نجحت الحيلة، أستطيع مشاهدة فيلمي الآن. إنه نائم كالأطفال، إلى اللقاء. يبدو هذا المقعد جيداً، وأستطيع خلع هذا الزي أخيراً. أشعر بالحر داخله، ولم أعد بحاجة إليه. تبقى شيء واحد، إنها وجبتي الخفيفة الشهية. انقضت حاجتي لهذا الشيء. سأستمتع بهذه الوجبة، انظروا إليها فحسب، إنها آية في الجمال، ومذاقها لذيذ للغاية. ما الذي حدث؟ مرحباً، هناك وحش. مهلاً، هل هذا فشار؟ لا يهم، كان شيئاً ضخماً ولونه أزرق. ها رأيته؟ لقد ذهب في هذا الاتجاه. لا أصدق أن الحيلة قد انطلت عليه. مرحباً، إلى ماذا تنظرين؟ أحضر بعض الطعام لك يا باتي. ما هذا؟ حتماً لدي هنا شيء لتينا. هذا محرج، ما رأيك بهذا؟ هكذا إذن. يبعث هذا على التوتر، يكفي، توقفا. هناك حل واحد لهذا. هي، تعال إلي، أنت تعرفين ما الذي عليك فعله. حان وقت التحدي، لنبدأ. انظرا إلى هذا، إنه التحدي الأول لكما. الفشار، حسناً، سيكون هذا سهلاً. هذا الخفاش طازج. قطفت هذه الأوراق في الصباح، وسأضيف القليل من الشوكولاتة. انظروا إليها. وأخيراً سأضيف حبات الذرة، لا ننساها طبعاً. والآن سأقرأ التعويذة. هيا أيتها المكونات، تحولي إلى فشار. عادت إلي روحي، إنه جميل جداً. أبرا كدابرا. يبدو شهياً. توقفي، يجب أن ألتقي حبات الفشار. الوعاء الكرتوني جاهز. هذا ممتع، لقد نجحت بالفعل. أعتقد أن هذا كاف، يبدو شهياً. أحسنتي، نحن ننتظر. يمكنك فعلها يا جدتي. هي، يمكنني مساعدتك. مساعدتي؟ كيف؟
أو أيتها اليد، أنا بحاجة إلى المساعدة. خذي هذه الحلوى إلى جدتي، أنا أعتمد عليك، لا تخذليني. يد بلا جسد، يا لها من يد لطيفة. مذاق الخفاش. مهلا، لقد خدعتني، سأحولك إلى حساء مفاضل. تعاني من مشكلة في التحكم في غضبها. حسنا، خطرت لي فكرة، سأضيف القليل من الزيت إلى المقلاة ثم أرش حبوب الذرة، أضيف إليها الحلوى، والآن حان وقت تحضيرها. بدأت الحبيبات تنفجر، يا للروعة، أصبحت الحلوى ملونة. أظن أن هذا كافٍ. إنها ملونة، انتهيت، لم أرى من قبل فشاراً جميلاً كهذا. مقزز، فشاري شهي أكثر. لقد برعت جدتي في ذلك، أرجوك دعيها تفوز. حسناً، لقد فزت يا جدتي. واو، شكراً لك، ذوقك فظيع. مقرمشة. ما التالي؟ يبدو هذا جيداً. ما رأيك بهذا؟ أنت مزعجة جداً. هذا هو التحدي التالي عن الخبز. يمكنني فعل ذلك. كيف يعمل هذا الشيء؟ ماذا تفعل؟ إنه يران. مرحباً، بمن تتصل؟ ممتاز، علي أن أساعدك. يجب أن أنتظر. كان هذا سريعاً. تفضل، يمكنك الاحتفاظ بالباقي. يا لك من شاب لطيف، لنرى ماذا لدي. هذا غش، يمكنني فعل ذلك أيضا. مرحبا، هل تسمعني؟ أريد أن أطلب شيئا. واو، خدمة سريعة، شكرا لك. شكرا يا صاح، ما زلت هنا؟ ضعها هنا، جيد، لنلتقي لاحقا. أنت لا تستسلم. حسنا، خذ هذا، إنها كافية. أنت تسرقني، يجب أن تضع قناعا. كان يوم عمل جيد، لنرى ماذا لدي. فحم، هكذا إذن. هاي أيتها العجوز. هاي، ما رأيك برؤية شيء رائع؟ إنه ينجح دائماً، لكن هذه سرقة. لقد عاد، مرحباً يا ولدي. مهلاً، لنتحدث قليلاً، لم ينتهي الأمر بعد، أنت على قائمة الانتقام. بعديني عنها، من الأفضل البدء بوصفتي الخاصة. سأضع المارشميلو بين شريحتي خبز، والآن سأستخدم كوباً لصنع دائرة من الخبز. هكذا تماماً، سأغمس دائرة الخبز في الزيت الساخن. يجب أن تصبح بلون ذهبي مائل إلى البني. إنها مقرمشة وطرية، سعيدة جداً بهذه النتيجة. هذا ممل، ماذا سأفعل الآن؟ ربما يمكنني استخدام هذه البقايا. خطرت لي فكرة، سألف الخبز بشكل حلزوني، يجب أن أبقيها مشدودة ثم أضع سيخاً خشبياً لتثبيتها. والآن سأغمسها في الزبدة، يجب أن أغطيها كلياً ثم أضع عليها السكر. هكذا، حصلت على حلوى شهية، إنها حلوة مثلي تقريباً. ما رأيك يا باتي؟ لا أكترث للأمر. حسناً، أعتقد أن جدتي الفائزة. أنت لطيفة جداً، سيئة الحظ. أحسنتي، أو لا يهم. يا إلهي، أنا أتضور جوعاً، أوشكت طاقتي على النفاد. هل أتيت لمساعدتي؟ هذا صحيح، يمكننا وضع شوكولاتتي في النافورة. ستمنحني الشوكولاتة طاقة لازمة. مهلاً، ماذا حدث لحلواي؟ لا! لماذا حدث هذا معي؟ ليس هذا عادلاً. يبدو أنني اختبأت بنجاح، لن تأثر علي هنا. ماذا تفعلين أيتها اليد؟ اتركي شعري، توقفي. حسناً، أنا آتية. بربك، هل أنت التي أكلت كل الشوكولاتة؟ ما المشكلة؟ ما كان يجب أن تتركيها إذا لم ترغبي في أن أكلها. لا أصدق أنك فعلت ذلك معي، أنت أسوأ صديقة. ماذا؟ ما الذي تقوله اليد السحرية؟ مهلاً، تحدي نافورة الشوكولاتة؟ برأبك،
واو، لقد أعجبني هذا الزي بكل تأكيد. وانظري إلى نافورة الشوكولاتة الشهية، هذا المكان رائع. لا أطيق الانتظار لرؤية ما سيحدث لاحقا. مهلا، انظري، إنها تلوح لنا. مرحبا، نحن هنا أيضا. ماذا فعلت بنا؟ يجب أن تصلحي الأمر الآن. بربك، هل أنا ملتصقة بمقعدي؟ ليس هذا مضحكا، لا تضحكي علي. حسناً، ماذا سيحدث الآن؟ أوه، ها هي اليد السحرية، يبدو أنها تبحث عن شيء من أجلنا. هل هذه فقاعة بوب إت؟ أوه، التقاة رائعة، هل سأحصل على واحدة أيضاً؟ رائعة، حسناً، مرريها إلي. انظري، حصلت على واحدة بشكل قلب، كم أحب القلوب. أوه، وما هذا الآن؟ حلوى الشوكولاتة؟ مرحى، حصلت على حلوى الشوكولاتة أيضاً، هذا أروع التحديات. أوه، فهمت ما يتعين علينا فعله، لست مهتمة بحلوى الشوكولاتة. ودعني أيتها الحلوى. مرحبا يا مقل العيون المطاطية، هذا هو خيار الحلوى الأفضل. لدينا هذا ديناصور، لكنه يبدو ملونا أكثر من اللازم، لهذا سأضيف له بعض العناكب أيضا. وإذا لم تكن العناكب كافية، فما رأيكم في بعض الديدان كذلك؟ ديدان وعناكب وديناصورات، هل تحلم الفتاة بأكثر من هذا؟ أوه، انظروا إلى لون هذه الحلوى الزرقاء، إنه جميل. سأضعها هنا، ممتاز، إن قياسها مثالي من الناحية العملية، لكنني سأحتاج إلى بعض الشوكولاتة الآن. أوه، انظروا إلى الشوكولاتة وهي تنهمر داخل القمع، ويمكنني الآن صب هذه الشوكولاتة فوق الحلوى. لا أصدق أنني لن ألتهم كل هذه الأشياء الآن. انظروا كيف تملأ شوكولاتة فقاعة بوب إت بشكل مثالي. والآن حان وقت إضافة بعض بقل العين المطاطية. انظروا إلى مدى لزوجتي وثروة هذه العين. اسمحوا لي بأن أسحقها فوق عناكبي وديداني. أعتقد أنني سأضيف بعض الشوكولاتة هنا. أحب المبشرة المعدنية، كم هي قوية. سأبشر لوح الشوكولاتة هذا فحسب. تبدو رقائق الشوكولاتة وكأنها نطفة ثلج قطية، يعجبني ذلك. حسنا سيدتي، دعيني أبدأ العناية بأظافرك. سأستهل ببرد أظافرك قليلا، سيكون هذا اللون رائعا مع لون بشرتك. اجلسي الآن تحت الضوء حتى يتماسك اللون. لنرى ما يمكنني استخدامه أيضا. وجدتها، سيساعد الضوء في ذوبان رقائق شوكولاتة خاصتي. سأضبطه على أعلى إعدادات الإضاءة فحسب. لا أعتقد أن ذوبان كل شيء سيستغرق وقتا طويلا، ستخضع كل المكونات للذوبان ببساطة. رائع، لقد انتهى ذوبان شوكولاتة الديناصور، ويبدو شكلها مريعا، أحب ذلك، لكنها لا تشبه ديناصور، هذا مخيب للآمال، ليس هذا ما أردت حدوثه. انظري أيتها اليد السحرية، انتهيت من إعداد قلب الشوكولاتة. انظري، يمكنني أن أفصلها عن فقاعة بوب إت واستظهر الحلوى. ماذا؟ هل تعلن اليد السحرية عن الفائز بالفعل؟ هل منحتها الفوز؟ هذا غير مقبول على الإطلاق. لا أصدق أنك أفسدت طلاء أظافرها بهذه الطريقة. مهلا، هل تقولين إنها الفائزة الحقيقية؟ لأنني كنت الخيار الأفضل كما هو واضح. يا للهول، كم هذا لطيف، لا أصدق ذلك. انظري، هل ترين ما أرى؟ هذا رائع، إنها تمارس تمارين رياضية. انظري إلى كل معدات التدريب. لقد أوحى لي هذا بفكرة، أنا جائعة. نعم، نحن بحاجة لطعام على الفور. معذرة أنستي، تفضلي دلو دجاجك المقلي. حسنا، هذا الدجاج معجون بالبقسماط ومقلي بكفاءة، لكنه لا يفتح الشهية. رائحته شهية للغاية. مهلا، دونات باستيل، إنها جميلة، لكنها ليست دجاجا مقليا أيضا. أتودين المبادلة؟ نعم، أريد المبادلة. كم أعشق الدجاج المقلي. حبات الدونات الملونة أفضل من الدجاج المقلي بمراحل، لكن يجب التخلص من هذه الألوان بكل تأكيد. هكذا تمثل هذه الدونات القوطية تحسينا كبيرا، فهي سوداء مثلي تماما، ويمكنني التهامها الآن. أروع الدجاج المملح. أتعلمون ما الذي يتماشى مع الأطعمة المملحة؟ الأطعمة السكرية، كالشوكولاتة الدائبة في النافورة. سيكون طعمها شهيا للغاية. ادخلي في فمي قطع الدجاج. هذا طعم شهي للغاية، أحبه جدا. وافقك الرأي، هذا طعم مرضي بكل تأكيد، ويلامس روحي. سأتناول حبة دونات أخرى. تتمتع شوكولاتة والدونات بتاريخ طويل من التماشي معا، أصبح طعم الدونات ألذ بعد إضافة المزيد من الشوكولاتة. لا أستطيع التوقف عن تناول كل الدجاج المقلي. واو، لقد خرجت عن سيطرة بعض الشيء هنا. هذا ديناصور مصنوع من عظام الدجاج. يبدو أن اليد السحرية ما تزال في التمرين. ما رأيك أيتها اليد السحرية؟ أعتقد أنها ترفع الأثقال الآن. كم مرة ستكرر هذا التمرين يا ترى؟ رائع، لقد فزت بهذه الجولة عن جدارة، كنت واثقة في ذلك.
يا إلهي، هل اختارتها كفائزة مرة أخرى؟ إنها المرة الثانية التي تمنحها الفوز فيها، لكنها غيرت رأيها في المرة الماضية بعد أن ألقيت شيئا عليها. تبقت لدي حبة دونت واحدة، يمكنني فعل الأمر نفسه. خذي هذه، رائعة، تسديدة مثالية. ليس علي سوى الانتظار الآن. حسنا، يكفي أن لدي نصف المتبقي من حبة دونت لأتناوله. أنا الفائزة، إنها أنا، لقد كنت الأفضل وفزت بعشاء الدجاج. هل تتمنى لو كان بإمكانك قضاء المزيد من الوقت برفقة جدتك؟ لما لا تريها هذا الفيديو؟ شارك هذا الفيديو مع أصدقائك واشترك في قناتنا لمشاهدة المزيد من النصائح المفيدة.